مشاهدينا الكرام، من قبلة للباحثين عن التعافي والمتشبثين بالحياة والمحتمين بكيانه المحمي من المفترض بالطبع بالقانون الدولي والإنساني، إلى لوحة مشوهة. دمار يخيم على المشهد، قتل ودماء تخضب الجدران والتراب، أشلاء تتعثر بالأقدام، رائحة الموت تفوح من كل مكان. مشاهدينا الكرام، مجمع الشفاء الطبي، ذلك الصرح الضارب في جذور غزة لأكثر من 7 عقود وعامين، ها هو يتحول بين غمضة عين وانتباهتها إلى أشلاء مبنى. جدران سويت بالأرض، ركام يحتضن العشرات من الضحايا في مشهد يعيد الذاكرة سريعا إلى ما قبل 79 عاما، حين قصفت الولايات المتحدة الأمريكية مدينتي هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي. حصار مطبق على المستشفى دام قرابة 2 أسبوع، استخدم فيه المحتل كما يقول مراقبون وحقوقيون كل أنواع الجرائم المعروفة وحتى غير المعروفة، مخلفا وراءه رصيدا هائلا من الدمار الذي لا يوصف، مسقطا كل أقنعة التمدن والتحضر التي كان يتشدق بها الاحتلال يوما ما. وحسب شهود العيان وما وثقته الكاميرات، وعلى امتداد 14 يوما مارس فيها الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق المستشفى والمحتمين بداخله والمحيطين به من سكان وأطباء ومرضى ونازحين، والجديد على مرأى ومسمع من العالم والذي اكتفى فقط بالمشاهدة عبر الشاشات متابعا هذه الحلقة الدامية من مسلسل حرب يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة منذ 6 أشهر كاملة، خلفت وراءها أكثر من 32,000 شهيد، ووضعت حياة ما يزيد على 1.5 مليون إنسان على مقصلة الجوع والخوف والقصف. وقد أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي لحق بالمجمع، فضلا عن جثث الشهداء التي كانت ملقاة في كل مكان من المستشفى، في حين ظهرت على بعضها علامات التحلل. كما دمر الاحتلال أقسام الجراحة والكلى بالمجمع، وأظهرت صور دمارا كاملا لحق بالمعدات الصحية وآلات غسيل الكلى. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أحرقت مباني المجمع الطبي وتسببت في خروجه بالكامل من الخدمة، مؤكدة أن حجم الدمار في المجمع والمباني المحيطة به كبيرة للغاية. ومن بين الركام والجثث والأنين والوجع يظهر صوت الأمل على لسان سيدة فلسطينية، حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مؤثرا لها. دعونا نشاهد هذا الثبات وهذا اليقين من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة. والله غير الله ينصرنا، إذا كنا ما عربنا مش هيسيبنا. كونوا مع الله، جددوا النية، جددوا الإيمان، جددوا التقوى، جددوا القلوب لنضيفة. هذا حياة ليش ربنا سيبنا؟ عبل ما إيش نغير ما في أنفسنا. أمانة عليكم يا شباب، مش تمام اللي أنتوا إنا، ورب العباد أقوى من كل الدنيا. قولوا يا الله يا الله، فرجها علينا من عندك، قوتك، ملائكتك، جنود السماء والأرض تقف معانا يا رب. زلزل طياراتهم، وقف دباباتهم، انصرنا عليهم، احمينا من عندك يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلب كل يحكي، ربنا بتطلع للقلوب وللنوايا. وين الإيمان؟ كل واحد عنده إشي ناقصه يجدده. مناش نموت عاصيين ولا مذنبين، هذا شهر فضيل. إلا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وينه؟ وين رضاكم من ربنا؟ بالله عليكم، اللهم
فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل، سيأتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. ونقل ناجون شهادات بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي، دعونا نستمع لبعض منها. هل هذه الماكينة كانت تشكل خطر؟ هذه الماكينة هذه كانت تشكل خطر على العدوان الصهيوني؟ ما كانت تشكل خطر. هذه الماكينة هي اللي بتحيي المريض، هي اللي بتخفف ألام المريض، ولكن للأسف كل المرضى توفوا. قسم الكلى، يعني احنا شبابنا وقدامنا بغسلوا كلى، لقينا قسم الكلى مولع مولع. قسم الكلى يا ناس الحق، وين يروحوا يغسلوا هالقيه؟ وين يتشردوا؟ وين يروحوا يغسلوا الكلى؟ وبنت حماتي مستشهده مش منقيلها كمان، الشهداء تعاونا مش منقيلهم. اللي صار فينا حرام، يعني هيك ميتين الكرامه ضيعتوا، كرامه الميتين، كرامه الميت دفنه مش دفعه القبور. ارحمونا يا عالم، مش هذا كل شيء شيء القبور، ولا عارفين اي جثه، الجثث فوق بعض. ما هو هي حسبنا الله ونعم الوكيل، الجثث اطفال هناك، هناك في طفل، هن في جثه، هناك في طفل. دمار دمار هائل، دمار هائل، دمار هائل. لكن انا بقول لنتنياهو للامه العربيه حنعمرها حنعمرها. حسب الله ونعم الوكيل، زلونا مرمطونا من مكان لمكان، ومن رمونا على الارض، ما كان في فراش ولا كان في ميه متوفره ولا كان في طعام متوفر، كانوا من مكان لمكان يرمونا، ما حدش يسال علينا، لا اكل لا دواء لا علاجات لا غيرات ولا شيء ولا شيء. كانوا يرموا علينا القذائف، يرموا علينا، يعني يقصفونا في الجرافه، يهدوا الحيطان علينا. وين نروح؟ طب وين نعيش؟ احنا ثابتين هنا، مش هنسيب بلدنا، نحن ثابتين. قول الله اكبر، كبروا الله اكبر. نحن ثابتون في هذه البلد، مش هنسيبها، وهنعمرها وهنصلحها ونرجع تاني البلد هذه. اذا شهادات من عاش، وتلك الماساة تكشف عن المخفي عنه على مدار ايام حصار الاحتلال للمستشفى على مدار اسبوعين، بشان حجم الدمار والخراب الذي حل بالمجمع ومحيطه، حيث لا صوت يعلو على صوت الرصاص والقصف وتبادل المواجهات بين الاحتلال وعناصر المقاومة. لكن ما إن انسحب المحتل حتى تكشفت الصورة بالكامل، غابت كل ملامح المستشفى، المشهد أكثر قسوة مما كان يتوقعه البعض. فالعائدون من الفلسطينيين لم يدر بخلدهم أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه، إذ كان الدمار هو العنوان الأبرز لتلك اللوحة التي شوهها الاحتلال، كما شوه بقية لوحات غزة التي كانت جميلة. لم يتوقع النازحون أن روائح الجثث المتحللة الملقاة في الشوارع الجانبية للمستشفى هي ما ستكون باستقبالهم في أثناء عودتهم، حتى وصل الأمر إلى وضع بعضهم أقمشة مبللة بالمياه على أنوفهم تجنبا لروائح الجثث والأشلاء التي يتعثرت بها أقدام العائدين، فيما سقط آخرون مغشيا عليهم بفعل الصدمة وهول المشهد. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن القوات الإسرائيلية قتلت خلال حصار المجمع نحو 200 فلسطيني واعتقلت 500 آخرين، وأخضعت أكثر من 900 شخص للتحقيق على مدار أسبوعين. لكن بعيدا عن تلك الأرقام، ما خفي كان أعظم. وبعد الإجهاز على المستشفى بالكامل وإخراجه عن الخدمة بشكل علني وصريح، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنازل المحيطة بالمجمع، حيث قصفتها على مدار أسبوعين كاملين، دمرت خلالها منازل عائلات بأكملها، فيما ألقت بجثث الشهداء في الشوارع المحيطة لتطوق المشفى بالأشلاء ورائحة الجثامين المتحللة. وتبرز صور مجمع الشفاء الطبي قبل الحرب الإسرائيلية حجم ما ألحقه الاحتلال الإسرائيلي من دمار ونسف بالكامل لكافة أقسامه. وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبارات مؤثرة كتبها المحاصرون في مجمع الشفاء الطبي. لكن قبل ذلك دعونا نعود
إلى ما قبل وبعد ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء الطبي. وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبارات مؤثرة كتبها المحاصرون في مجمع الشفاء الطبي خلال اجتياح جيش الاحتلال للمنطقة، وتخلد هذه العبارات المعاناة التي عاشها المحاصرون لأكثر من أسبوعين.